هذا يعني الشغل الأول العربي العربية الدنيا هذه الجلسات القديمة هذا المشاكل هذا المشاكل الكركديه نعم يعني حطوا معاه الطحنونه تحطوا معاه عسى يزيد احمرار حق الحنه اي الزيت طبعا وهذا الليمون هذا قراش طبعا فتحت هذه لحقت عليها ابو احمد ذي لا والله وهذا البيبس القديمه طبعا فتحت هذا ما شاء الله هذا الكوكولا ابو هذه هذه دوخة العالم ابو عبد العزيز هذا اروح البقالة زي هذه البقالة خذ هنا طول عمر وبعد البقالة اخذ ثانية هذا عملت الحنة هذه العروس جالسة طول عمر اخذ مع الحناية مع اختها تلهويها طول عمر هذه السكرات هنا ودها البريد ودها عندها هذا مرة تقدمنا العروسة السيسام صناعة هندية جنب الهند خصوصا حتى الزواج كل أغلب البيوت حصلوها لازم واحد موجود عندهم هناك اللي هذا طبعا العوائل الكبار هذه أدوات الزينة حتى المرة سابقا هذا هو الرش سابقا عطر هاي استخدم هذا وعندك كريم قديم اي نعم قديم هذا وعندك العطرات هذه كيف حفظها طريقتها ما شاء الله ربع تولة تولة الحين هذا بطيق هذا كان يجي وملون يجي خضر واحمر واصفر اشكال منه ما شاء الله الديرم والمشرق والمشرق هنا والمشرق والشامبو هنا اشكال الوان الشامبو وهذا الديرم هنا وهذه المراية وهذا القديم هذا
عيالها على مكان سينجر لاستي الأولية القديمة هذه. هذا اللواء، اللواء يعتبر على حرير المجلس. والآن تسمع صوات الملكة أو موعد الزواج. أنا أقول يوم الخميس وش رايك نيوت العيال؟ وش رايك؟ شبركها من ساعة، هذه الساعة المباركة لإذنة؟ يا يا يا، عسى الله يتمم بخير والآمين. آمين يا رب العالمين، وإن شاء الله هالديرة وعيالها يوم فرح وسعادة. آمين. ذكرتك والذكر عالي مدامك اسما غالي. تربع في وسط قلبي، تربع في وسط قلبي مع حلي وترحالي مع